طابت أوقاتكم عقب إلقائه خطاب الوداع للشعب المصري في ختام فترته الرئاسية كرئيس مؤقت للبلاد. فاجأ الرئيس عدلي منصور الجميع بحزمة كبيرة ومتنوعة من القرارات والقوانين قبيل مغادرته القصر الرئاسي بسويعات. فمن إصدار قانوني لمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى قرار بقانون لتغليظ عقوبة المتحرش، مرورا بقانون لتنظيم الخطابة والدروس الدينية داخل المساجد، ووصولا إلى فرض ضريبة مؤقتة على الأغنياء، ولا مانع من قرار بتشديد العقوبة على من يلقي مخلفات البناء في عرض الطريق. الأمر بقوانينه وقراراته أثار جدلا واسعا وتساؤلا حول دلالة التوقيت وحول حقيقة الأهداف. حلقة جديدة من مصر في ساعة نبدأها بأبرز أحداث اليوم، فأهلا بكم. يبدأ نحو 500 ألف طالب وطالبة غدا ماراثون امتحانات الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد تحت حراسة أمنية مشددة، حيث يؤدي طلاب النظام القديم الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، فيما يبدأ طلاب النظام الجديد امتحاناتهم الأحد. وتشهد الامتحانات للمرة الأولى توزيع أجهزة حديثة على المراقبين للكشف عن المعادن وأجهزة الموبايل لمنع الغش. تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من إلقاء القبض على 13 متهما من الجماعة الإرهابية وضبط 13 آخرين بالقاهرة، كما تم فض مسيرات لعناصر إخوانية في مناطق عين شمس والمطرية والشرابية، إضافة إلى اشتباكات بالأيدي بين عناصر الإرهابية وأهالي منطقة حدائق حلوان بعد ترديدهم لهتافات مناهضة للسيسي في مسيرة لهم. يتوالى استقبال الوفود الدولية المشاركة بحفل أداء السيسي اليمين الدستورية كرئيس منتخب لمصر، حيث وصل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومن المقرر أن يصل غدا وزير خارجية إثيوبيا والنائب الأول لرئيس السودان، كذلك كبير مستشار وزير الخارجية الأمريكي. أما أمير دولة الكويت وولي عهد السعودية وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات والعاهل الأردني الملك عبد الله سيصلون الأحد المقبل. إذن لدينا الآن رئيس المنتخب، تبقى على احتفالية تنصيبه 24 ساعة فقط، فلماذا العجلة في إصدار كل هذه القوانين والقرارات في اللحظات الأخيرة لقصر الرئاسة بالنسبة للمستشار عدلي منصور؟ في حلقة اليوم نرحب بالدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، أهلا دكتور مجدي. وكذلك نرحب بالأستاذ عبد المولى إسماعيل عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أهلا يا أستاذ عبد المولى. دكتور مجدي، حبدأ مع سيادتك، لماذا برأيك كل هذه العجلة في إصدار 8 قوانين في اللحظات الأخيرة من آخر يوم في قصر الاتحادية؟ هو الحقيقه كان متوقع جدا جدا ان قانون مجلس النواب ومباشره الحقوق السياسيه يصدر في ظل حكم السيد الرئيس عدلي منصور، وده كان متوقع ومنتظر. صحيح. وبالتالي لا مفاجاه في هذا على الاطلاق. طيب. انما باقي القوانين وكانما لسان حال السيد الرئيس الخلوق الجميل العظيم اللي حبيناه كلنا الحقيقه في السنه اللي فاتت دي، المستشار عدلي منصور، إلا أنه بيعطي رسالة واضحة المعالم تماما لكل الشعب المصري أن هناك دولة قوية راسخة تسلم الأمر لدولة قوية قادمة. هي دي الرسالة، أن احنا دولة وبنسلم لدولة، ما كناش في مرحلة اللا دولة والميوعة واللي الناس كان متخيلة أن ما فيش دولة في الفترة اللي فاتت في الثلاث سنين. لا، أنا بقول يعني لسان حاله بيقول أنا بقول لكم أن في رئيس جمهورية قوي بيصدر قوانين قوية جدا، نتفق أو نختلف مع بعضها، لكن هو بيقول إن في دولة أهي بتسلم إلى دولة أخرى، جمهورية بتسلم لجمهورية، رئيس بيسلم للرئيس، وكل منهم على قدم وساق مع الآخر. طب بس يعني لماذا يسلمهم في اللحظات الأخيرة مثلا؟ اتفقنا إن فعلا قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية كلنا عارفين إن هم هيصدرها من طرف المستشار عدلي منصور. طبعا. إنما مثلا أظن إن المستشار عدلي منصور لم يفاجأ إن في مصر في قضية تحرش مثلا. طبعا. أنا زي ما بقول لحضرتك، هي رسالة، حقبة القوانين جمعت وسلمت قبل تسليم الرئيس الجديد ب 48 ساعة.
معنى هذا أن رئيس قوي يسلم الأمور لرئيس نأمل بإذن الله تعالى أنه أقوى وأن هذه الدولة من قوة إلى أقوى. طيب استاذ عبد المولى، هل كويس استاذ عبد المولى، هل عن سيادتك تفسير مثلا؟ انا طبعا يعني اسمح لي الدكتور مجدي، طبعا مختلف مع هذا المنطق في اصدار القوانين، وبخاصه ان الامور لا تستدعي اي قانون في الدنيا، اي قاعده قانونيه في الدنيا بتستدعي، يعني لما يجي الرئيس يصدر قرار بقانون لابد ان تكون في ضروره وضروره ملحه، وبالتالي خاصة فيما يتعلق بقانون مثلا زي قانون مجلس النواب على سبيل المثال لم تكن هناك في ضرورة، بالعكس كان هناك في حوار وكان مفتوح حوار مجتمعي مع الأحزاب، لأن هذا يخص الأحزاب ويخص الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو. ولكن أن تفاجأ الأحزاب السياسية بهذا القرار يصدر بهذا الشكل، إذا كنا بنتهم بعض الرؤساء السابقين أنه أصدر قانون في ظلمة ليل أو في يعني في سواد الليل، فنفس الأمر بيتكرر مع سيادة الرئيس المستشار القانوني عدلي منصور. وللأسف الشديد يمكن أن أتخيل ذلك بشكل أو بآخر، لكن أن يصدر من مستشار بهذا الشكل يعرف أن القانون له قيمة قانونية والقاعدة القانونية تستدعي أمور أهمها على الأقل حوار. القوة في أي مجتمع لا تصدر من فرد، الدولة لا تقاس قوتها بقوة الفرد ولكن تقاس قوتها بقوة المجتمع. حينما يصدر قانون ويكون محل توافق مجتمعي هنا تصبح الدولة قوية، لكن حينما يصدر القانون من فرد باعتبار رمز القوة ده دلالة على أن الدولة هشة ورخوة. وبالتالي هذه القوانين، جملة هذه القوانين تجتمع جميعا في أنها تصب في إطار أمني وحيد لحل المشاكل اللي بتعانيها البلاد، وبالتالي التركيز على الناحية الأمنية. الجامع المشترك بين هذه القوانين مشتركة، قد تتحدث مثلا على قانون بيتحدث عن موضوع مخلفات البناء في عرض الطريق، ولكن هذا القانون هو له طابع أمني وليس هدفه طيب إزالة المخلفات من الطريق. طيب لو تسمح لي، ربما قائل يقول لسيادتك يا أستاذ عبد المولى، لماذا نحاول أن نصدر يعني عدم حسن النية في الأمر؟ ما الذي يدير السيسي مثلا أنه هو يطلع على الشعب يقول والله أنا هأغلظ العقوبة على من يلقي المخلفات، بالتأكيد سيقابل بموجات من الترحيب، أو سيسدد العقوبة على المتحرش مثلا؟ دعني مثلا، لأن فيما يتعلق بقانون مثلا زي قانون مجلس النواب، هو قانون بيتحدث او بيحاول، طيب احنا قانون مجلس النواب هنجيله لوحده، طيب بس بتكلم عن المخلفات اولا، يعني اللبيب بالاشاره يفهمه كويس، ودايما واخد بالك اقول لك يعني دايما الواحد يقرا ما خلف العبارات. طيب حينما تصدر قانون خاص بالمخلفات وتغليظ العقوبه على المخلفات، اولا هذا الموضوع كلامه حق يراد به باطل، لأنك حينما تتحدث عن المخلفات مصر للأسف الشديد هذه الوزارات اللي موجودة عندها ليس توجد إدارة للمخلفات الصلبة. كان القانون ده ممكن يصدره الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة على سبيل المثال، ولكن الدكتورة ليلى اسكندر تعاني أشد المعاناة في أن احنا ما عندناش إدارة للمخلفات. لا عندي سؤال هنا، هل من حق وزيرة البيئة أن تصدر قانون؟ لا بتصدر قرار يعني، طيب لكن يعني هو بيحاول يساعد الوزارة. لكن هذا الأمر واخد بالك هو قصده إيه بقى في الموضوع؟ إن أي حد يقطع طريق أو يرمي مثلا بعض المخلفات لقطع الطريق، وبالتالي الهدف منه هدف أمني وليس هدف لإزالة المخلفات، لأن إزالة المخلفات ليس بتغليظ العقوبة. إنك أنت للأسف الشديد عندما تكون ما عندكش إدارات أو عندك أي وزارة واخد بالك لا إدارة خاصة بالمخلفات، والزبالة منتشرة في كل مكان بهذا الشكل، ولا توجد أصلا أفران للقمامة ولا توجد حتى مساعد القمامة، وبالتالي تيجي تحدثني عن قانون لتغليظ العقوبة، يبقى هذا القانون البعض اللي هو البعض العادي مثلا اللي بيقرأ الموضوع كده قراءة عابرة سوف يكتشف أن الموضوع بالفعل هو عبارة عن إحنا عايزين المجتمع مليان زبالة. لكن للأسف الشديد المسألة مش هذا المقصود بها، المقصود بها أي تظاهرة بحيث الناس تخدمت موضوع أي مخلفات في الشارع، هنا يتم تغليظ العقوبة على من فعل هذا الموضوع، لأنه اللي بيقوموا برمي الزبالة في الميادين وغيره ده بيرموها في كل حتة ومحدش بيكلمهم، لأن مش هو ده المستهدف. المستهدف هو من، وبالطبع يعني أنا مع فكرة أن يبقى المجتمع نظيف، وأن لما توفر البنية الأساسية السليمة لإدارة المخلفات في مصر أي واحد يمارس بالبنية التشريعية بدءا بالتشريع أي حد يمارس أي فعل يضر بالبيئة في هذه الحالة طيب عقبه. لكن للأسف الشديد إحنا ما أسهل تدمير البيئة في مصر، ده مصر البيئة ده أصحاب البيزنس راحوا استوردوا فحم
واحنا موقعين على بروتوكول كيوتو واخد بالك بمنع استيراد الفحم، وعلى الرغم من كده تم التهليل للموضوع. طيب فاذا المساله طيب دكتور يعني مجدي انا بتصور ان هو كلام حق يراد به باطل في هذا. طيب دكتور مجدي، يمكن استاذ عبد المولى اشار الى تفسير حقيقه الامر انه حتى بالنسبه لي جديد، يعني فكره ان هذه القوانين هي قوانين امنيه للحفاظ على الساعات الاولى او الشهور الاولى من حكم الرئيس القادم، اذا ما فهمت يعني كلام استاذ عبد المولى. معرفش هل تجد ان في فعلا مدخل لهذا التفسير؟ لا، هو الحقيقه انا برضو التفسير انا يعني منبهر بيه، استاذ مولى اداني تفسير انا ما خطرش على بالي، لاني انا ممن يقرؤون الامور بحسن نيه مطلقه يعني الحقيقه، وبحس انه جايز يكون النوايا دايما ان شاء الله سليمه ولمصلحه البلد. لكن حتى لو كان التفسير اللي قاله الاستاذ مولى سليم، فانا ما فيش ما يدعو ان انا انظف شوارع مصر واحمي ايضا شوارع مصر من العبث اللي بيحصل في المظاهرات والتظاهرات والكلام ده كله. مفيش ما يمنع اطلاقا ان احنا نعمل الاثنين، وبالتالي هذا القانون هينظف وهيمنع برضو القاء مخلفات او القاء حاجات وحجاره والكلام ده كله اللي بنشوفه في الشوارع وبنتعطل فيعني القانون. لكن تعالى نقول التحرش، يعني قانون التحرش، وانا الحقيقه مش مع العقوبه بتاعته، انا يعني اتمنى ان تشدد بشكل واضح وعنيف جدا 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 عقوبه التحرش على اي متحرش باي انثى ايا كانت، لان الحقيقه ليس من حقه ان يعتدي على حرمه انسان تاني طالما انه لم يصدر اليه اي اهانه ولم يسيء اليه. هل في اي سوء نيه في قانون التحرش او في قرار القانون اللي طلع ده؟ او جانب امني مثلا، او جانب امني، ما هو جانب الامني، ما هو طبعا يعني امن السيدات ده مش مطلوب ان هو يحافظ عليه في اي وقت، المفروض يطلع القانون ده جايز يكون بيدرس بقاله مده طويله. وزي ما قلت لحضرتك، هي كان في نوع من الايحاء ان انا ما كنتش قاعد الفتره دي، لا ادي في قوانين انا بأصدرها بقول لكم ان انا كنت في دوله وبسلم دوله، يعني انا ده اللي قريته الحقيقه من انه كم القانون القوانين والقرارات يطلع في فتره. لكن اذا قلنا المخلفات لها سوء نيه، ما سوء النيه في التحرش؟ طيب ما سوء النيه في زياده الضريبه؟ ما هنيجي هذه النقطة ربما حتفصل عبد المولى، ولكن بعد الفاصل ربما نسلم أو يسلم بعضنا بأن هناك يعني وجهة نظر أمنية وراء الثمانية قوانين وقرارات التي يعني تم إصدارهم اليوم في اللحظات الأخيرة من عمر تولي المستشار عدلي منصور لفترة الرئاسة المؤقتة. طيب إذا كان بالفعل أن قرار مثل منع الخطابة والدروس الدينية في المساجد إلا لأهل الأوقاف والأزهر ربما يكون له أبعاد أمنية مباشرة طبعا، وإذا كان أيضا فكرة يعني إلقاء المخلفات في الشارع يكون له علاقة بالمظاهرات، طيب ما علاقة الأمر مثلا بزيادة الضرائب 5%؟ طيب ما علاقة الأمر بنقل مدابغ الجلود من وسط القاهرة إلى خارج العاصمة؟ وأيضا مثلا الحاجة الثالثة ممكن نتكلم فيها بعد الفاصل، فكرة التحرش اللي أشار إليها دكتور مجدي، ما علاقة التحرش بالمستوى الأمني في أول أيام الرئيس السيسي؟ بعد الفاصل. اختتم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت فترته الرئاسية بالتصديق على سلسلة من التشريعات والقرارات بقوانين، منها قرار بقانون بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، إضافة لقوانين التحرش ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والنظافة العامة. حذرت مارغريت عايزر عضو مجلس الشعب السابق والأمين العام المساعد للمجلس القومي للمرأة من أن الدوائر الانتخابية الكبيرة ستأتي بأنصار اليمين الديني، في حين أن أنصار اليمين الديني سيصوتون لمن ينتمي إليهم فكريا بعكس التيار المدني الذي لا تجمعه أيديولوجية واحدة. أكد محمد أبو حامد وكيل مؤسسي حزب حياة المصريين أن خفض لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية عدد القوائم من 8 إلى 4 تضم 2 منها 45 عضوا وقائمتان 15 عضوا لن تستفيد منه الأحزاب. ثمانية قرارات وقوانين أصدرهم الرئيس عدلي منصور في آخر أيام يعني أو آخر لحظات وجوده داخل قصر الاتحادية بالأمس وليس اليوم كما ذكرت خطأ قبل الفاصل، إنما يبقى الجدل والتساؤل حول التوقيت. لماذا في مثل هذا التوقيت، لماذا بعدما ودعت الشعب يعني تخرج عليهم بثمانية قوانين وقرارات؟ أستاذ عبد المولى،
قال في الفقرة الأولى ربما الأسباب أمنية، وكان السؤال يا أستاذ عبد المولى هناك أشياء مثل نقل المدابغ مثلا، ما علاقة نقل المدابغ بالجهات الأمنية؟ أنا بتكلم على قوانين بعينها، يعني قانون بتاع الخطابة ده علاقته مباشرة، قانون مخلفات البناء، قانون الأحزاب، دي بشكل اساسي. طيب حتى طبعا حتى قانون التحرش ده في جانب امني، بس طب حتى يعني في مخلفات البناء يعني ما الذي يدير المستشار عدلي منصور بان يقول والله سنغلظ العقوبه على من يخالف النظام العام اثناء التظاهر؟ يعني لماذا فكره اللف يعني والدوران بالظبط كده؟ يعني اتصور ان المساله بتكتسب مصداقيه من وضوحها، لكن موضوع انك انت يعني انت زي كما قلت بعد خطبه الوداع التي يعني أبكى فيها بعض المصريين، يعني ليه بعض لم تبكي؟ لا أنا لم أبكي طبعا. ليه؟ طب ممكن أعرف لأن أنا بقيس الإنسان بأفعاله مش بأقواله. كويس. يعني أنت ممكن تقول خطبة عصماء لكن في الفعل حسن مبارك في 1 فبراير أبكى البعض. 1 فبراير أبكى نصف الشعب المصري. طيب. وفي تاني يوم عمل موقعة، يعني حصلت موقعة الجمل بغض النظر يعني. وبالتالي المستشار عدلي منصور فيما يتعلق بمثل هذا بعد خطبة الوداع وبشكل مثير للريبه، يعني انت اي 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 بني ادم عابر كده لماذا في هذا التوقيت جمله هذه القوانين؟ الا اذا كان يستهدف امر معين، والا اذا كان واقع تحت ضغط ما. يعني بالتاكيد سوف تصار. من الذي يمكن ان يمارس عليه ضغط؟ الضغط طبعا مؤسسات، في مؤسسات في الدوله، في اصلا اجزاء احنا ما احنا كمواطنين حتى وكاحزاب سياسيه ما نعرفش مين اللي بيديرها اصلا، واخد بالك؟ زي هناك لا زال. انا بص انا اقول لحضرتك على حاجه، اقول لحضرتك على حاجه، يعني مثلا اقول لحضرتك على حاجه، يعني مثلا في المغرب يقول لك المخزن، كلمه المخزن ده البير العميق، يعني مؤسسه الملكيه نجد بيسموها المخزن، احنا عندنا بنسميها الدوله العميقه. في اجهزه في الدوله العميقه احنا ما نعرفهاش، يعني حتى الان ما يعني انت ممكن ما تبقاش اصلا تصل الى كنهاها فين حته. وبالتالي الدوله التي تدار وفقا لمؤسسات واضحه في اطار من الشفافيه الواضحه بتكتسب مصداقيه وتصبح دوله قويه. لكن حينما فجاه في رئيس يودع فترة رئاسته بأنه يصدر جملة هذه القوانين، قوانين على فكرة كلها هدفها سياسي أو الجزء الأكبر من هدفها سياسي وأمني، حتى فيما يتعلق بموضوع التحرش وفيما يتعلق بكذا. لأنك أنت حينما تتحدث مثلا عن تغليظ العقوبة مثلا فيما يتعلق بالمخلفات، طب أنت أصحاب يعني في قرار صدر بموضوع استيراد الفحم من قبل وزير الاستثمار، استيراد الفحم ده جريمة، جريمة كبرى يعاقب عليها حتى في القانون في دول أخرى، وتم التهليف ولم يتم الاخذ في اي اعتبار. ده بالعكس ده احد الاشياء اللي صدرت في عهد الرئيس مستشار عدلي منصور، لم يحرك ساكن، بالعكس هو الذي وافق عليه. من اين بقى تتحدث عن حمايه البيئه وفي نفس الوقت انت تستدعي مخلفات الفحم اللي بتدمر البيئه اصلا على المستوى الكوكبي؟ فكره الحاجه هنا لانتاج الطاقه لا تتوقف عندها. لا موضوع انتاج الطاقه فيه امور اخرى، لا موضوع انتاج الطاقه ده هذا برضو كلام حق يراد به باطل. طيب. هذا مش صحيح. لانك انت حينما اخبرك ما تجيش تقول لي مثلا عشان انتج طاقه في بدائل اخرى، للاسف الشديد انا بذل فيها مجهود، ولكن في المقابل انت بتستورد فحم اصلا متخذ عليه اتفاقيات دوليه، انت في هذا الامر خالفت الدستور المصري، لان الدستور المصري يحترم الاتفاقات، عليك انك تحترم الاتفاقات الدوليه. حينما توقع على اتفاقيه دوليه مثل بروتوكول كيوتو او معاهدات دوليه فيما يتعلق بحمايه بعدم استخدام الفحم وتيجي تستخدمه، فانت هنا خالفت الدستور. طيب. حتى هذه القرارات بقوانين هي في جزء منها مخالف للدستور. طيب دكتور مجدي، يعني وجهه النظر الخاصه استاذ عبد المولى واضحه تماما، هو الرجل يعني لا يضع حسن النيه في هذه القرارات في اي حساب، وراجل صريح وقال لك والله يعني كده اذا كنا خايفين على البيئه من المخلفات يا يعني يا محله زي ما بنقول في مصر، يعني انت تمنعني شويه طوب في الارض وتجيب لي اطنان فحم، كنت حدثني عن البيئه يعني. طبعا هي وجهه نظر الاستاذ مولا واضحه جدا، وانا بحترم وجهه النظر ايا كانت تختلف او تتفق مع وجهه نظري، لكن انا زي ما قلت انا باخد القرارات والقوانين بمحملها الواضح. انا المخلفات هي مساله تنظيف ومساله يعني نوع من انواع العقوبه على من يخالف ويسبب نوع من الاذى في الشارع سواء شكلي او بيئي. باقي القوانين هي برضو في حاجه بالنسبه لقانون مجلس النواب، يمكن الاستاذ مولى اشار انه اتخذ بسرعه، لا الحقيقه في هناك ما يلزم انه قانون مجلس النواب ومباشره الحقوق السياسيه اتخذ في هذه المرحله، لان احنا عندنا 60 يوم من الاستفتاء على الدستور وبعد كده الدستور بينص على هذا، فاحنا ملزمين بانه في دستور بيقول انك بعد الاستفتاء ب 60 يوم لابد ان يكون قانون الكلام ده موجود، ثم يعلن، يعني المفروض انه يعلن دلوقتي عن 6 شهور يا فندم تقصد ب 60 يوم ثم يعلن
ثم يعلن الدستور. الدستور الدستور يا جماعه الدستور في 14 ست شهور ثم بعد كده يعلن في تاريخ لاعلان الدعوه للانتخابات مجلس الشعب، المفروض ان هو يبقى في خلال شهر 7 القادم بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمه. فاذا انت يعني ملتزم بمواعيد معينه، وبالتالي هذا القانون بالذات مبرر انه يطلع كده رغم اعتراضنا على حاجات كتير فيه. كويس. بقيه القوانين انا مش شايف اطلاقا ان فرض ضريبه على الاغنياء وكل 5 سنين تزيد والكلام ده كله او 3 سنين تزيد ده طيب. له علاقه بالنواحي الامنيه والسلميه. يعني ده هنا سؤال يا دكتور، يعني ايهما كان افضل، ان يفرض الرئيس المودع 5% زياده ضرائب على الاغنياء، ام ان يستهل بها الرئيس القادم الذي سيشرف على تطبيق مثل هذا القانون ويرى تبعاته يعني حسناته وسيئاته مثلا؟ اذا كنا بنتعامل مؤسسيا فلا يعنيني اطلاقا ان الرئيس السابق هو اللي اصدر القانون ولا الرئيس اللاحق اللي اصدر القانون. احنا بنتكلم على مؤسسه رئاسه بتصدر قانون، وبالتالي على الرئيس القادم ان يلتزم بهذا القانون وعلى الشعب ان يلتزم بهذا القانون. لكن لو هنتناقش على مين البطل اللي طلع القانون ومين اللي خد الافيه بتاع تطلع القانون ده، يبقى كان يستنى لما المشير السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي يجي وهو اللي ياخد لا الحقيقه احنا بنتكلم على مؤسسه رئاسيه المفروض ان تشتغل بهذا الشكل. انا رئيس لغايه النهارده من حقي اصدر القوانين التي ارى انها في صالح البلد، وعلى الرئيس القادم ان يلتزم بهذه القوانين ايضا لانه صادره من مؤسسه رئاسيه هو بيستلم منها المهمة في المرحلة الجاية. فأنا الحقيقة شايف إن احنا واقفين على شكلية لا تستحق الجدل أكثر من إن احنا نناقش القوانين فعلا. هل عقوبة التحرش دي كافية أو غير كافية، وصح ولا مش صح؟ هل فرض ضريبة تصاعدية أو فرض ضريبة على الأغنياء أكثر صح ولا مش صح؟ هل مسألة نقل مدابغ الجلود اللي موجودة في وسط المساكن والكلام ده لبره وتخصيص 438 ألف فدان لهذه المنطقة والكلام ده كله، ده قانون عاقل وحكيم ولا لا؟ هل إنه الخطاب الديني يبدأ يتولاه من الحقيقة يعالج هذا الأمر بحكمة وبموعظة وبإتقان ولا لا؟ إذا كنا هنناقش جوهر هذه القوانين فهي الحقيقة قوانين في محلها، أصدرها المستشار عدلي منصور، أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يعنيني كمواطن مصري إطلاقا اسم من يصدر هذه القوانين، ولكن يعنيني فحوى هذه القوانين وجدواها والعائد على الشعب المصري من خير منها. إذا في أي قانون فيهم لا يعود على مصر بخير فلنناقشه ولنقتله نقاشا، بل ولنعترض عليه ونخالفه. يعني بلغة العلم يا دكتور سيادتك بتقول والله دعونا نتحدث عن السبب ليس المسبب. فليكن المسبب من يكن، ولكن طبعا السبب موجود. طبعا. طيب بتشوف من يعني هاخد منك الحديث تمام. بتشوف ما هي أبرز هذه القوانين والقرارات باستثناء الحقوق السياسية هنجيله لوحده. تمام. في أنا الحقيقة سعيد وغير سعيد بقانون التحرش، وكنت أتمنى أن يصدر من 30-40 سنة، وكنت أتمنى أن يكون في منتهى الغلظة. هو تم تغليظه، هو صدر القانون برضه في عهد المتشار عبد المنصور تم التغليظ. أنا كنت بقول لسه بره واحنا مع الأستاذ عمر إن في حدثت، أنا عشت في أسبانيا فترة طويلة 8 سنين تقريبا، حدثت حالة اغتصاب في أسبانيا، حالة واحدة في الفترة اللي قعدت فيها. الشعب كله 35 مليون نزل ولع شمعة في الشارع إلى أن تم القبض على المغتصب وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وكان شاب عنده 22 سنة. لا يجوز إطلاقا أن نسمح ولا نبيح ولا نبرر بان احنا نقول ان الست نازله مش لابسه او لابسه كويس او لا لابسة يعني كويس. هذا لا يعنينا في شيء. بس اسمح لي يا فندم اوضح حاجه، الا الغريزه الحيوانيه مش المفروض هي اللي بتبقى السائد عندنا. بس اوضح حاجه، يمكن عندنا كان في يعني رساله القوانين في قانون العقوبات كان في فعلا تجريم الاغتصاب، وكان بيبقى اعتقد ان هو يعني جنايه طبعا. انما فكره التحرش ما كانش فيه تهمه التحرش في الاصل. ما هو التساهل في التحرش اودى الى كثره الاغتصاب. يعني دايما احنا خلينا نوئد الشيء قبل ان يعني إيه ولا تقرب، يعني هو بيقول لك ولا تقربوا سن ما تقربش منه، مش تستنى لما تعمله. فانت لو سمحت امنع لي من عند التحرش بشكل واضح، فانا سعيد بهذا التغليظ في العقوبة. وكنت تنادي بتغليظه طبعا طبعا. طيب. حتى يحترم كل منا ذاته ويحترم الاخر. استاذ عبد المولى، انا طبعا يعني فيما انا مش يعني اذا كنت بتتحدث يعني خلينا نركز على اي قانون بالضبط نريد ان نتحدث عنه. قانون التحرش هو بدل قانون التحرش مع الدكتور مجدي. طبعا انا بالتاكيد مشكله التحرش مع انا اقصد يعني بالنسبه للقانون بقانون الذي بدا به الدكتور مجدي. طبعا انا متفق مع طبعا بالتاكيد لا احد اطلاقا
يعني مع التحرش. بالعكس يعني فكرة موضوع ان يبقى في قانون اصلا لموضوع ان يبقى الشخص المتحرش ببنت انك انا في النهاية يعني يبقى في قانون اصلا بيساند هذه المسألة، فده حتى لو كانت العقوبة ما هيش كبيرة يا دكتور مجدي، لان في جانب اجتماعي يجب ان احنا نأخذه في الاعتبار بعد ذلك يعني. وكقبل كده كان في قوانين مصرية يعني، كان في الثمانينات بدأ ان هو اي شاب كان بيعمل اي حاجة بيحلقوا له شعره وبيعملوا له معرفش كذا. اتصور الموضوع ده يعني انا دلوقتي بقى في عندي قرار بقانون انا اقدر على اساسه استند ان انا لما اي حد البنت مثلا يحصل لها تحرش او لجارتي او اي حد يحصل له تحرش اقدر الجا الى القسم البوليس، اقدر اعمل محضر في اتهام بتحرش. فبالتالي في ده انا في رايي جانب. بالعكس طيب. انا متفق مع الدكتور متفقين طبعا طيب. بالتاكيد يعني طيب. لكن انا في رايي بس ان المساله فيها جانب اخر، يعني المساله فيها جانب اجتماعي واقتصادي مساله التحرش، لانك انت لو عملت لو غلطت كل العقوبات اللي ممكن تحدثها مش هيؤدي في النهايه للتخفيف من حجم الظاهره. حجم الظاهره هيفضل مستمر طالما الاسباب المنشئه لهذه الظاهره لا زالت مستمره، وهذه الاسباب هي اسباب اجتماعيه واقتصاديه في القلب منها. وبالتالي يجب ان نناقش اسباب هذه الظاهره من منبعها كويس. وبعد كده ياتي القانون كما ظل. طيب انما نص القانون الذي اصدر بالامس على فكره انه والله اقصى عقوبه ممكن تصل الى 20,000 جنيه، صحيح يعني في 10,000، وفي اذا ادى المتحرش يعني تطاول باليد ممكن تصل الى 20,000 جنيه، في حين ان من يتطاول على عرض الشارع بيدفع 100,000 جنيه. يعني فده برضو كان وجهه نظر في هذه القوانين. التطاول على فرد لا يساوي على الاطلاق التطاول على المجتمع. لا مش المجتمع ده، على عرض شارع. ما هو شارع ده مجتمع. الشارع ده بيعطل الاف وبيعطل ملايين وبيعطل المجتمع بحاجه. تمام. طب انا اقول لك برضه انا عايزها تغلظ وتبقى 200,000 للتحرش. طب انا اقول لك على حاجه دكتور مجدي. يعني مثلا حضرتك مثلا انا بتكلم على العقوبات بتاعه الشارع. طب انا لما بلاقي مثلا مفترض وفقا لقانون البناء ان العماره ارتفاع العماره ما يزيدش مره ونص عن عرض الشارع. كويس. تعال انت شوف اي شارع في مصر. احنا في مرحله حاجه اسمها تحضر رث، يعني مش مجرد عشوائيه. يعني المهندسين دي منطقه تحضر رث، مش يعني تندرج الى ممكن نصل الى العشوائيه فيها. اين القانون فيها؟ اين القانون لمخالفات البناء الموجوده بشكل كبير سواء اذا كان اراضي او بناء؟ يبقى اذا المثل اللي بيقول اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجل، المثل المصري يبقى اذا هنا يعني. وبالتالي في علم في السياسه بالتحديد او في العلم السياسه بشكل عام ان انا دايما بشوف المغزى السياسي وراء مثل اصدار مثل هذه، لانك طيب. انت مش هصدقك لو انت بتمارس بتطلع قانون في جانب والبنيه نفسك عندها انت بتساند هذه البنيه في البنيه القائمه على الفساد والافساد. طيب لا زالت مستمره وانت في نفس الوقت جاي ماسك لي زي ما بقوله كده واخد بالك ماسك دير الحاجه وسايب راس الشيء اصلا مش هتكلم. طيب بعد الفاصل ايضا من الاشياء التي استحدثت في هذه القوانين والقرارات فكره ان اي يعني شخص اتهم في قضيه ويقضي عقوبه السجن لمده لا تزيد عن 6 أشهر اصبح من حق المحكمه ان تجعله يسهم بعقوبته في النهوض بالمجتمع زي مثل دول كثيره في اوروبا مثلا. اعتقد اسبانيا برضو كده كويس. اسبانيا يعني نموذج لا تاني رائع كويس ممكن قوي يعني يساعد الرجال المصريين الشرفاء في جمع القمامه مثلا، ممكن يسهم ويساعد رجال المرور الشرفاء في تنظيم بعض الطرقات والمرور وحركه السير وهكذا. هنشوف بعد الفاصل هي كذلك يعني تحتوي على جانب امني ام لا. انتقد الخبير الدستوري المستشار نور الدين علي عضو هيئة قضايا الدولة التعديلات الأخيرة التي أقرتها لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، والتي خفضت عدد أعضاء البرلمان من 600 عضو إلى 540، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يؤثر على شكل وتقسيم الدوائر الانتخابية. أعرب سامح عبد الحميد عضو بالدعوة السلفية عن استيائه مما أسماه قانون تخريب المساجد وغلقها وقت صلاة الجمعة، وذلك لأن القانون يمنع غير المعنيين من الخطبة، رغم أن الغالبية الساحقة من المساجد هي مساجد أهلية وغير تابعة للأوقاف وليس فيها خطيب من المعينين، وبذلك سيتم غلق المساجد أثناء صلاة الجمعة.
أشاد الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بالقانون الذي أصدره أمس الخميس الرئيس عدلي منصور بخصوص تنظيم الخطابة والدعوة بالمساجد ووضعها تحت رقابة وزارة الأوقاف، معتبرا إياه بداية لمرحلة جديدة ويقضي على ما أسماه بالمهزلة الدعوية. ربما هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها قرارات وقوانين تصدر من الرئيس عدلي منصور بعض يعني التساؤلات وحالات الجدل. نتذكر مثلا قانون تنظيم حق التظاهر، يعني أصدر في عهد المستشار عدلي منصور. نتذكر مثلا قانون تحصين الصفقات التجارية مع الدولة، أنا مش فاكر اسمه بالظبط بس هو المعنى كده يعني، برضو يعني أصدر في عهد الرئيس عدلي منصور. ولكن يبقى كويس، ولكن يبقى الثمانية قوانين وقرارات التي صدرت بالأمس تثير تساؤل آخر وهو العدد. يعني رئيس عدلي منصور أصدر 52 قانونا وقرارا طيلة 11 شهرا، وفي ساعة من يوم في آخر أيام الرئاسة أصدر 8 قوانين وقرارات، منها مثلا ما كنا نتحدث عنه هو فكرة أن أصبح من حق المحكمة في بعض القضايا أن تكلف المدان بتهمة لا تزيد عقوبتها على 6 أشهر بعمل اجتماعي. اتفضل يا استاذ عبد المولى. انا هذا القرار بقانون انا بتصور يعني لو هو طبق وفقا لما نفهمه يعني في بلدان اخرى زي البرازيل وغيره من بلدان اخرى، بس انا بتصور ان هذا الموضوع ممكن يتم استغلاله من قبل الجهات التنفيذية وبخاصة اقسام الشرطة والبوليس في مصر، ان هو يستخدم في ان الناس تبقى يعني اشبه يعني بيعمل داخل القسم في أشياء كثيرة جدا، سواء زكاه موضوع الإرشاد عن أشخاص، موضوع تسويق تسيئ يعني، وبالتالي تسخيره يعني وليس عقوبة، تسخيره واستعباده وليس مجرد عقوبة. وبالتالي هذا الأمر هنا في أنا في شك في هذا الموضوع طبعا، لأن واقع التجربة المرة في مصر وداخل أقسام الشرطة في مصر حتى الآن لم يحدث أي إعادة لهيكلة هذه الأقسام وجهاز الشرطة بشكل كامل. وللأسف الشديد الأمور عادت زي ما بقولوا عاده ريما لعادتها القديمه. وبالتالي انا في يعني هقول جمله واحده ربما ده راي سيادتك وانا احترمه، ولكن ممكن انا بقول انا في شك اتمنى ان يعني واخد بالك الممارسه العمليه تقضي على هذا الشك بداخلي. طيب، لان هذا الشك موجود عند معظم الناس الناشطين اللي بيعملوا في مجال السياسه منذ سنوات، لان الامر ما زال مستمر. يعني مثلا اضرب لك مثلا على سبيل المثال مثلا قسم شرطه امبابه، احد المواطنين تم قتله جوه قسم الشرطه من مندوب شرطه لا وفي المطريه وغيره. انا مش عايز اخرج بره الموضوع، لا وعايز اخرج بره استنى بس لا استطيع ان اقول ما ذكرت لا استنى بس اذا كان هناك بعض الكلام يصدر من يعني اخواننا الحزبيين النشطاء ويتهمون فيه يعني اناس في الداخليه بكذا وكذا، فهذا البرنامج هو ليس مجهز للاتهام. لا طبعا، لا انا ما بتهمش حد، الاتهام هو مجال القضاء. بص لك على حاجه، ما بتهمش حد، انا بقول طيب. في بعض في ممارسات لا خلينا نعدي ضد هذه الممارسات وليس معنى ذلك انه واخد بالك انه كل الناس بهذا الشكل طبعا. طيب، بالتاكيد لا الحقيقه انا طبعا مع هذا القانون اللي برضه اعتقد انه تفكير الى حد ما بحسن النيه يعني انا هترك الشك في الجانب الايمن هنا واخليني انا في حسن النيه على طول. في اسبانيا فرانكو في سنه 39 كان بتفكير عبقري بسيط قال لك عدد المساجين عندي اللي محكوم عليهم في حاجات كتير والصحراء والجبال عندي ما فيهاش زرع، فعمل تشجير لكل جبال اسبانيا وجلسات خشبيه تقعد فيها في اي لحظه. اصبح انت النهارده في الطياره وانت فوق بتبص على اسبانيا تلاقيها عباره عن حاجه مزروعه منظمه دقيقه. فده فكره عبقريه جدا مع فكره الموائمه هنا، فكره ان المتهم عمره هيهرب في جبل مثلا. بالظبط. كويس، غير كده الحاجه المهمه قوي ان انا عندي حياه في السجن مثلا خلي بالك ان لا تزيد عن 6 شهور، يعني انا ضربت حد بالعربيه غير قاصد او عملت حاجه وانا شخصيه مش مجرم اصلا، فمن من الممكن جدا ان تستفيد بيها في المجتمع، مش ممكن هقعد انظف الاسم واعمل الكلام ده، لكن هتقدر تستفيد بيها في حاجات كتير قوي في المجتمع. وفي نفس الوقت انا بقضي فتره السجن اللي انا بقعد اكل واشرب واعمل على حساب الدوله واكلف الدوله كتير، لا انا انتج بقى شويه لانه طيب. مش مفيش وقت لرفاهيه السجن. طيب كمان قانون الانتخابات البرلمانيه بقى عشان الوقت. طيب اعطي بس المشاهد فكره بسيطه. الفكرة ببساطة يمكن احنا ناقشناها في هذا البرنامج أكثر من مرة، ولكن هي برضو تظل الخبر الأبرز يعني أهم القرارات التي صدرت بالأمس والقوانين هو قانون المجلس النواب القادم. الفكرة ببساطة
هناك خلاف على فكرة النظام الانتخابي، ما هناك من ينادي من الأحزاب بنظام الفردي، هناك من ينادي بنظام القائمة، وجدوا في الآخر كده يعني ترضية للطرفين إنه والله 20% قائمة 80% في الفردي، الأحزاب بتنادي أن 20% تبقى أكتر شوية، وهناك أيضا أحزاب بتنادي بأن يكون كله فردي باستثناء بعض الكوتا، لأن عندنا في الدستور كوتا فلازم يكون عندنا قائمة. تفضل أستاذ عبد الملك. طبعا هذا القانون قرار بقانون ده هدفه وعد الحياة الحزبية في مصر تماما، ده بحسن النية طبعا، لا مش بحسن النية، ده بسوء نية وبسوء نية مبيتة، ده بسوء نية مبيتة. على فكرة 20% دي ما تخصش الأحزاب أصلا، يعني حتى هذه القوائم اللي انت بتتكلم عليها ما لهاش علاقة بالأحزاب، هي يعتبر هذا المشروع هذا القرار بقانون، يعني هذا القرار بقانون هو 100% انتخابات فردية، مفيش قوائم. فهمني يعني ايه يا فندم الاحزاب؟ يعني مش لن تستفيد، لم تستفيد، مش هتستفيد لانك انت من حق اي مجموعه من المواطنين هم يشكلوا قائمه بالتزام بقواعد هذه القائمه. تحت ايه؟ تحت اسم ايه؟ تحت اي اسم؟ مستقلين. يعني من حقه يعمل الكلام ده، وبالتالي المساله مش لا تخص الاحزاب. هذا القانون بالتحديد، وهذا القانون انا بعتبره كارثه، انك انت بتسمع في الاعلام بقى عندنا ما فيش احزاب، والاحزاب ما بتشتغلش، والاحزاب بنت 60 في 70، واحنا ما عندناش احزاب، والاخوان ومش عارف وكذا، وانت في الاساس بتدمر الحياه الحزبيه في مصر، ويظل الاحزاب الاخرى بقى زي الاخوان والجماعات الدينيه وغيره هي اللي بتملا هذا الفراغ. في قاعده علميه ان الفراغ لابد ان حد بيملاه، لو انت هذا الفراغ متروك لابد من قوه تملاه. للاسف الشديد احنا كنا بنقول ثوره 25 و30 يونيو هتعيد الحياه الحزبيه مره اخرى رونقها، احنا كنا بنامل ان يبقى في قائمه على مستوى الجمهوريه، الانتخابات كلها تبقى بالقائمه، بمعنى ان من حق المستقلين نفسهم ان يعملوا قائمه، وبالتالي يعني اي بلد عشان تنهض بالحياه الحزبيه فيها ويبقى في المجال السياسي متسع للجميع، على فكره والمجال السياسي مفتوح، مش هتلاقي عنف، مش هتلاقي تحرش، مش هتلاقي كذا، لكن لما تجد ان المجال السياسي مغلق في هذه الحاله الناس سوف تلجا الى مسارب اخرى. طب ما الذي دفع المستشار عدلي منصور الى اقرار 80% فردي؟ مش انا بقول لك يا 100% فردي، ما فيش 80%. انا ليه بالقانون، انا بقول لك ما هو القرار بقانون، ما هو ده المغزى السياسي ليه. طيب اللي دفعه لكده، اللي دفعه لكده لسبب بسيط جدا، ان هو اصلا هدفه اقصاء احزاب الأحزاب من الواقع السياسي، وإعادة الموضوع مرة أخرى للقبلية والعائلية والفردية. هذا كلام خطير جدا، هذا الكلام مش خطير، ده كلام بسيط، وده هدف الراجل إقصاء. لا لا هدفه إقصاء. ليه إيه بس؟ ليه؟ هقولك على حاجة، ده راجع على المحكمة الدستورية أو المنزل. لا ما هذه المشكلة، ما هذه المشكلة، المصدر المستشار وقاضي جليل يعني، وهذه المشكلة، واخد بالك في هذه القائمة دي على فكرة قائمة مطلقة. يعني إيه قائمة مطلقة؟ قائمة مطلقة مغلقة. القائمة المطلقة تعني انك تنجح كلها تفشل، لا يعني 50% زائد واحد، يعني لو جبت 49 و99 من 100 مش عارف في 49 99 من 100%، واخد بال حضرتك، واحد زيادة صوت انا مش هاخد ولا مقعد. هذا يتنافى مع الاسس الدنيا للاعمال مبدا العدالة السياسية. طيب ما ينفعش اي دولة في الدنيا علشان تقيم حياة سياسية تنهض بهذا المجتمع وبخاصة بمثل هذه الثورة. طيب على فكرة هو كان ناقصه حاجة واحدة بس، هي خلوهم يتسلوا. طيب أنا هاخد رد من دكتور مجدي، بس علي إن أنا أقول حاجة والله، وأيضا بحياد برصد، يعني رصدي بحياد، أراك متجنيا بعض الشيء. لا مش متجنيا، هقول لك ليه، بس هقول لك ليه، قد تنتقد القانون ما عنديش مشكلة خالص، إنما أنت انتقدت نية الرجل. لا مش نية الرجل، يعني هدفه كذا. أنا مش بقول نية الرجل. طيب. أنا عندي معطيات طيب. ببني عليها برهان. أنا ما بقولش نية، هنا ما فيش الأمر ما فيهوش نوايا. أنت قلت إن هو يريد إقصاء الأحزاب. هو لأن هو القانون، هو القانون بالفعل هو كده، هو بيقصي الأحزاب من واقع السياسة. لأول مرة في جلستنا هذه يعني تتفق سوء النية مع حسن النية. يعني طيب اتفضل. يعني إحنا متفقين في جزئية، وكويس إن إحنا نتفق في الآخر. اتفضل. الجزئية إنه الحقيقة القانون الموضوع هو فيه نوع من تقليل وتقزيم حجم الأحزاب. طيب. شكل حجم الأحزاب ولا الدعم للأحزاب؟ لا حجم طيب. الأحزاب. طيب اكتبها دي شنو في عندك؟ حجم الأحزاب. لأنه الانتخابات بالقائمة هي
إثراء لفكر الحزب وإثراء لكوادر الحزب وخلق كوادر جماهيرية وفرصة الأحزاب الوحيدة لأنها تكون نفسها وتقوى. طيب. فلما تخليها فردية أحيانا القبلية تلعب دور، رأس المال بيلعب دور، أحيانا العصبية بتلعب دور، الدين بيلعب دور، كل الحاجات دي بتلعب أدوارها. فالحقيقة هي برضو نسبة الفردي رغم أن حزبنا عشان أبقى واضح جدا من الأحزاب التي أقرت ووافقت على الانتخابات بالقانون الفردي، لأننا لسنا في رفاهية تعطيل مسيرة مصر في هذه المرحلة، بس إيمانا منا بأنه الدور الوطني بتاعنا بيقول أنه إحنا ملتزمين بالانتخابات بالقانون الفردي، فده شيء جميل واحنا موافقين عليه وكل حاجه، رغم انه تقليل وتقزيم وتحجيم لدور الاحزاب واضح جدا، وانا متفق مع الاستاذ مولف فيه. النقطه اللي انا ليه عتاب رقيق جدا على السيد الرئيس المستشار عادل منصور اللي الحقيقه بحبه او بحترمه قوي، وانا والله بحترمه. الورقه اللي قدامي دي اصابتني بنوع من الدهشه وخلت حسن النيه وسوء النيه اتفقوا. لما بيكتب في الاول رئيس الجمهوريه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم كذا وعلى القانون رقم كذا وعلى الرقم كذا في شأن مجلس النواب وشأن الأحزاب السياسية وعلى القانون رقم كذا وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، المجلس الخاص بمجلس الدولة، اللجنة العليا للانتخابات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتهاه مجلس الدولة، المادة 5 في دستور مصر العظيم اللي وافقنا عليه بتقول أن الحياة السياسية في مصر تقوم وتعتمد وتبنى على التعددية الحزبية. فأين سيادة الرئيس وأخذ رأي الأحزاب السياسية؟ هذا تهميش وتقزيم وتحجيم الحقيقة للأحزاب السياسية، يعني غريب. رغم ان احنا سألنا والأحزاب أدلت بدلوها وراحت وقالت وعملت وسوت وكل الحاجات دي كلها، هنا مفيش ذكر إطلاقا بعد أخذ رأي. طب بعد حتى ما اديناهم فكره، طب بعد ما قلنا لهم بعد التشاور بلاش اخذ راي يمكن راينا معيب ولا حاجه. فالحقيقه دي نقطه مهمه. النقطه القوائم المطلقه المغلقه، العيب الوحيد اللي فيها ان زي ما كان بيقول انك انت بتضيع اصوات مثلا 40% من الناخبين او 30% من الناخبين او 50% حتى من الناخبين، لان القوي يزداد قوة والغلبان يفضل على فلا تمثل الحقيقه الناس الناخبين اللي راحت انتخبت لا تمثلهم اطلاقا اللي هيطلعوا دول. طيب، ربما القانون الخاص بمباشره الحقوق السياسيه ومجلس النواب القادم البرلمان المصري القادم ربما هو القانون الوحيد الذي يحوي يعني منطقيه في الدلاله والهدف من اصداره، ربما لان كان هناك من يطالب الرئيس السيسي بعدم بدء مرحلته الرئاسيه باصدار مثل هذا القانون او اي قانون يتعلق بالبرلمان القادم لانه هيصبح صاحب مصلحة. إنما فيما يتعلق بأن الراحل من الرئاسة من كرسي الرئاسة هو من يصدر هذا القانون، فالرجل ليس له لا ناقة ولا جمل في الأمر، هو أصلا مغادر. ولذلك ربما نجد أن الخلاف لا يعني لا يكون متشدد حول التوقيت ولكن حول فكرة القائمة اللي بنتكلم فيها بأن 10 أيام على نفس البرنامج بعد الفاصل. أكدت الدكتورة عزة كامل منسقة مبادرة فؤاد واتش وشفت تحرش أن ورود كلمة التحرش في قانون للعقوبات هو في حد ذاته طفرة في القانون المدني، لكنها انتقدت عدم الأخذ بملاحظات المجتمع المدني الخاصة بالقانون، مشيرة إلى أنهم لن ييأسوا وسيتقدمون بهذه التعديلات للبرلمان القادم كي يكون القانون أكثر فاعلية وحماية للمرأة. وصفت منال لطفي رئيس منظمة مصريات ضد الإرهاب التعديلات التي أعلنها المستشار عدلي منصور في قانون التحرش بأنها إهانة للمرأة المصرية وأنها قوانين عاجزة عن مواجهة أبشع جريمة في تاريخ مصر، مشيرة إلى أنها عقوبات مضحكة. رحب المهندس ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات المصرية بإقرار قانون الضريبة على الدخل وفرض ضريبة 5% على الدخول الأكثر من مليون جنيه سنويا، مشيرا إلى أن هذه النسبة لن يكون لها أثر سلبي على خطط الدولة لجذب الاستثمار. المشكلة فين؟ المشكلة في أن هذا البرلمان القادم، هذا البرلمان المنتظر سيكون من حق الأغلبية فيه بأن يشكل حكومة، بأن
يدعم رئيس الجمهورية في قراراته بأن يكون مع رأس الجهة التنفيذية يعني جناحا مسيطرا مستقرا، عشان ما يبقاش خريب مسيطر دي كلمة يعني ديكتاتورية، مستقرا على مقاليد الأمور. طيب كويس، لما نجد أن الأحزاب عاوزة الدولة تدعمها، الأحزاب عاوزة الدولة تدعمها، هتدعم رأس هذه الدولة هو الرئيس. فدلوقتي الأحزاب بتقول لهذا الرئيس أنت لازم تدعمني، لازم تقويني، لازم تجعل هذه الانتخابات بقائمة. ليه؟ عشان أقعد أنا في البرلمان وأقول لك أنت غلط وأكون أنا شوكة في ظهرك. هي دي الديمقراطية. طيب أستاذ عبد المولى وضح لي، طب وضح لي أنا قلت وضح. الانتخابات بالقائمة زي ما قلنا قبل كده، المجال السياسي لما يكون في فراغ في المجال السياسي، الفراغ ده بيملأه العنف والطائفية وبيملأه الأصولية بكل أشكالها، كل الموبقات السياسية بتبقى موجودة في هذا المجال كويس. السياسي. لكن المجال السياسي لما يكون مليء بمنظمات سواء كان نقابات أو تعاونيات أو أحزاب، هذا المجتمع بيصبح مجتمع قوي وعاصم في مواجهة أي ظواهر سلبية في المجتمع، بما فيها التحرش اللي احنا بنتكلم طيب. عنه، بما فيه موضوع البلطجة، بما فيه كذا، لأن أصلا البني آدم مغلق أمامه كل الأبواب. يعني كل فلاسفة، كل فلاسفة العلوم السياسية طيب. أو الفلسفة السياسية بيقولوا هذا الكلام كويس. احنا بنخترعش العجلة. طيب أتفضل. هل تقون في التحالف على خوض الانتخابات بالنظام المباشر؟ النظام المباشر اللي هو الفردي تعرف لو هو عمل، شوف أنا سؤالي واضح جدا. تقون لا احنا بص اصل اقول لك حاجه، زي ما قال الدكتور مجدي كده، فكره موضوع النظام الفردي ده بيكون بيملأه اولا بيبقى لصالح اصحاب المال واصحاب العائلات والقبليات، واحنا حزب سياسي، احنا حزب سياسي وشعبي واشتراكي، لا بنهدف لتغيير المجتمع للافضل. وبالتالي الدوله القويه هي الدوله القائمه على فكره مبدا المواطنه، يعني البني ادم مش بعيلته ولا بماله ولا بكذا. لما نبني مجتمع ودولة بهذا الشكل تصبح دولة قوية، وتصبح دولة قوية في مواجهة أي مخاطر سواء داخلية أو خارجية. لكن لما تبني دولة ما الفارق بين هذه اللحظة التي تنادي فيها الأحزاب بأن ترعاها الدولة بدعم سياسي، بأن توافق الدولة على أن تبرر، طيب بأن توافق الدولة على ألا يعني تزيد الأحزاب ضعفا في الشارع وان توافق على النظام القائمه؟ طب انا هقول لك ما الفارق بين هذه اللحظه طيب. ولحظه اواسط السبعينيات والمنابر مثلا. طب انا هقول لك حضرتك، المنابر ده ما كانش فيه، المنابر ده ما كانش فيه، المنابر ده مش ملهاش علاقه بالقائمه طيب. هو فعلا مبارك، نظام مبارك في عمل في 84 فكره القائمه وكانت قائمه نسبيه، وفي 87 عمل في 87 بس عمل عتبه 8%. العتبه دي كانت عاليه جدا مش موجوده في اي دوله في العالم، وبالتالي برضو اضطرت جماعه الاخوان ساعتها تتحالف مع حزب الوفد ودخلوا للبرلمان، واضطرت مرة، وبالتالي بتخش في هذا الإطار. أنا بقول لي بقى فكرة القائمة مش الفردي، الفرد ده المجال بيملاه مين؟ أصحاب المال والقبليات والعائلة والطائف السياسي. والقائمة القائمة بقى بتعمل إيه؟ القائمة بتقلل حتى الإنفاق المالي. ده بالعكس، ده في روسيا مثلا على سبيل المثال، وروسيا ما هيش دولة يعني ديمقراطية قوية، القائمة على مستوى الجمهورية. ده في وجهة نظرك. لا القائمة، ما أنا بقول لك القائمة على مستوى، في وجهة نظر القائمة على مستوى الجمهورية. بمعنى إيه القائمة على مستوى الجمهورية؟ لما تنزل قائمة 50% على مستوى الجمهورية أو قائمة 100% على مستوى الجمهورية، وده ما بيمنعش حق المستقلين، ده معنى إيه؟ إن أنا كحزب سياسي مندمج مع خمس أحزاب في وسط قائمة، مش هنصرف نفس التكاليف اللي صرفناها على القائمة على الانتخابات الفردية. وبالتالي انتخابات القائمة بتوفر مليارات الجنيهات على الدولة، بتوفر عدم استخدام العنف، لان المجال بيبقى عباره عن تنافسيه سياسيه مش تنافسيه قبليه وعائليه. وانا بتصور في الانتخابات القادمه دي الفرديه دي هيبقى في حالات من العنف طيب. بشكل كبير. يا دكتور مجدي، هل ممكن ان مثلا يبدا الرئيس السيسي حياته بيعني الموافقه على طلب الاحزاب؟ انا اعتقد ان القانون الانتخابات الاخير يعني هيتم تطبيقه بهذا الشكل، يعني خلاص تجرى الانتخابات على هذا الشكل. اعتقد لانه يعني احنا كحزب قابلنا ووافقنا على ان احنا هنخوض الانتخابات، لانه ردا على سؤالك الاولاني هل تقوى، نحن نقوى على خوض الانتخابات بالنظام على القاعدة الفرديه، لان لنا برضو ناس لهم عزوه ولهم يعني واحد من عيله واحد رجل اعمال، بس ده علاقه بالسياسه ايه بقى. ورتبنا امورنا عضو في كوادرنا. الدكتور مجدي لو نزل انا هديله صوت. لا الكادر اللي بيتكلم عليه الدكتور مجدي كلها كوادر الى حد ما معقوله ولها برضو، لان احنا كنا متحسبين انه جاز نحتاج لهذا طيب. فاخترنا من ذاك واخترنا من هذا. فانما هي القضيه كلها انه زي ما انا كنت بقول ان القائمه المغلقه الحقيقه اهدار لحق ناس ثانيه كتير. ثانيا القائمه اللي سبع محافظات لن يقوى عليها احزاب كتيره صغيره انها تعملها. ثالثا بقى القائمه اللي هي 45 مقعد دي نص جمهور، يعني انت عارف
حضرتك طيب. في قائمه من الجيزه لغايه اسوان. أيوه. مين حزب يقوى على انه ينزل الحسن؟ التحالف يمكن التحالف الجديد. التحالفات ان شاء الله تاتي بنسبه. طيب. طيب. وبعدين على فكره مش عايزين دوله ترعانا طبعا ولازم ولازم طيب. كلنا نضم يعني كل الاحزاب لازم تتحالف الحقيقه في انها تبقى لها طيب. فكر او ايديولوجيه قريبه. دعم الدوله غير مطلوب كما كان. دي فرصه دي فرصه سعد المولى فرصه. استنى بس التحالف التحالف الشعب الاشتراكي يخش حليف مع حزب المؤتمر. طبعا هقول لك حاجه هقول لك حاجه استنى بس اكمل السؤال جدا على الهواء. طبعا هقول لك حاجه على الهواء تاني عشان الدكتور مجدي بقى اتفضل. هو كان في حوار مع 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 الاحزاب وبعد كده فجاه اختفى هذا الحوار. لا الحوار موجود بس المانيا اشتري. بس اقول لك على حاجه احنا بالعكس تقصد حوار السيد عمرو موسى. احنا اقول لك بس هو مفتوح يعني عايز اقول لك. لا بس استنى لازم اوضح حاجه بس محمد لازم اوضح حاجه. انا الحوار مفتوح وانتم الى ضيوف الكرامه الى محمد. بص محمد احنا بنعمل ان يبقى في المناخ الاساسي يبقى فيه تنافسيه. تمام. والتنافسيه دي اغناء للحياه السياسيه. كويس. واخد بالك وبتعطي اسراء زي ما في تنافس في الاقتصاد لازم يكون في تنافس في السياسه. وبالتالي انا ممكن ابقى مختلف مع حزب المؤتمر وتوجهاته السياسيه. لكن طيب. مش معنى هذا ان انا اقصيه، بالعكس هو يدخل الانتخابات بآرائه وبرامجه والشعب اللي يختار ما بين ممكن هو يختار المره دي يجيب 70% من الاصوات وانا اجيب 30% او اجيب حتى 5%. في اليونان مثلا الاحزاب اليساريه جابت 3% و4 بعد كده جابت 30%. الافكار طيب. بتختبر الأفكار والبرامج والبرامج بتختبر طبعا. كويس. لا امتلك الحقيقه المطلقه ولا 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 التحالف المؤتمر يمتلك الحقيقه المطلقه طبعا. وبالتالي لو احنا ما بنتنافسش مع بعض وانت اغلقت طيب. باب المنافسه يبقى في لا الحاله موجودة دي بس هتتقدموا هتتقدموا عشان هتتقدموا بطلب. عايز اقول حاجه عايز اعرف التحالف التحالف هيتقدم بطلب الى الرئيس السيسي لاعاده النظر في هذا القانون. والله بص احنا عندنا اجتماع مكتب سياسي غدا وسوف نناقش هذا الامر وبالتاكيد احنا تقدمنا هذا الامر بالمستشار عدلي منصور لما كان رئيس. بس ده خبر موجود على الوكالات يعني التحالف سيتقدم كلنا طبعا اصل طيب. رئيس الجمهوريه المنتخب فكلنا طبعا هنتقدم طيب. ونعمل ان المساله حتى يبقى من القايمه ما تبقاش مطلقه. طيب اتفضل يعني يا دكتور. انا عايز اقول بس الحسنه في هذا القانون ان هي كفاله رغم ان انا ضد الكوتا بكل اشكالها وانواعها لكن الحقيقه في كل اشكالها وانواعها لكن في المرحله هي الكوتا في هذه الدوره فقط المفروض طيب. لكن على الاقل انا سعيد جدا بنسبه المراه وتمثيلها في الـ 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 القوائم طيب. الحقيقه المراه اثبتت في الاستفتاء وفي رئاسه الجمهوريه ان لها اليد العليا في طيب. بالاضافه للشباب كنت طيب. اتمنى انهم يكونوا اكثر شويه. طيب دكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر شكرا جزيلا ليك. استاذ عبد المولى اسماعيل عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعب الاشتراكي نورتنا وشكرا جزيلا ليك وشكرا لكم على حسن المتابعه ودمتم في حفظ الله وامنه والى اللقاء. شكرا جزيلا.